أعزائي الحضور، متابعينا الكرام، مستمعينا عبر الأثير، انطلق منذ لحظات هذا الشوط وهو شوطنا الثاني عشر وثاني أشواطنا وهو الشوط الرئيسي لفئة الثنايا القعادين هنا على أرضية ميدان التحدي، وننطلق مباشرة مع الصدارة، ننطلق مع المقدمة لأرى شاهين لسعيد بن راشد بن عبيد المري في صدارة هذا الشوط، ينطلق بسرعة الشواهين. أما ثاني المراكز أرى هناك هذا اللي في ثاني المراكز الوسمي لعلي المري في ثاني المراكز، مع الوسمي في ثاني المراكز هناك، واللي في ثالث المراكز يحاول أن يجاوز هناك، يغير اللي في ثالث المراكز هناك الوسمي لعلي المري، وفي رابع المراكز من الجانب الأيمن هناك رقمه محجوب عنا. نعود إلى خامس المراكز لأرى الحنيش لحمد بن صالح القوز مع الحنيش في خامس المراكز، ومنه أعود إلى الصدارة، أعود للمقدمة هناك، أذهب مع اللي في الصدارة اللي بعد المسافة. إذن اللي في مقدمة الشوط وفي الصدارة هذا اللي في الصدارة شاهين لسعيد بن راشد بن عبيد المري، لا زال محافظا على موقعه ومحافظا على الصدارة. أما ثاني المراكز يبقى هناك مع الوسمي لعلي المري، وحذاري من الوسمي وقد أعذر من أنذر، الوسمي لعلي المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز إذن يبقى هناك مع اللي في ثالث المراكز، وهذا سراب لسعيد بن راشد بن عبيد المري مع سراب، واللي في رابع المراكز أرى الدخول هنا والاندفاعه من جانب الحنيش لحمد بن صالح القوز مع الحنيش. وإذا به نختتم نداءنا لنعود منه إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الريادة هناك، نعود مع صدارة الشوط لأرى أن هناك شاهين لا زال مسيطرا على زمام الأمور، ولكن الوسمي بدأ ينطلق، الوسمي بدأ يباعد المسافة رويدا رويدا بينه وبين بقية المشاركين، وتعود ملكية الوسمي لعلي المري هذا المبدع اللي أبدع في هذا الصباح، وما شاء الله على انطلاقة الوسمي. الوسمي إذن في الصدارة، الوسمي يرقص هناك في المقدمة حبا وطربا للفوز، حبا وطربا للناموس اللي في ثاني المراكز. شاهين لسعيد بن راشد بن عبيد المري في هذه اللحظات تجاوزنا حضورنا الكريم لوحة 2 كيلومتر، ما تبقى لنا هو كيلومتر وحيد هنا على أرضية هذا الميدان في هذا السباق، سباق الأصايل الأسبوعي للكبار، وهذه الفئة فئة الكبار، ومثل ما يقولون الرقص ما يحلو إلا مع الكبار، لذلك نذهب مع هذا العملاق، نذهب مع هذا اللي في المقدمة هناك، أرى الوسمي اللي بدأ يباعد بينه وبين بقية المشاركين، الوسمي لعلي المري، تعود الملكية والمسايرة والتضمير والعناية التامة من جانب علي المري، هو مالك هذا القعود ما شاء الله ما شاء الله. هذا إذن هذا اللي ترونه أمامكم بالعين المجردة، الوسمي إذن باعد المسافة بينه وبين البقية وهل الطرايب واصلين على ثاني المراكز، أرى هناك هذا القادم في ثاني المراكز، الحنيش لحمد بن صالح القوز مع الحنيش في ثاني المراكز، وثالث مراكزنا يبقى هناك مع سعيد بن راشد بن عبيد المري. ومن هنا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة هناك كما عودناكم، دائما مع صدارة الشوط، دائما مع المقدمة، دائما مع اللي في الأمام، ننطلق إلى الأمام، ننطلق مع المنطلق اللي أرى الوسمي اللي لا زال مسيطر على زمام الأمور، كل ما اقترب من الكيلومتر الأخير زاد في سرعته ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه النوعيات وعلى هذه السلالات الجميلة وعلى هذا التدريب والتضمير والعناية التامة اللي قدمونها للوسمي. الله 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 الله، هذه إذن انطلاقة الوسمي ترونها أمامكم، ولكن حذاري من اللي في ثاني المراكز،
أرى أن الوسمي إذا استمر بهذا الأداء فلا خوف عليه، ولكن إن لم يكن للحنيش رأي آخر، الحنيش واصل على ثاني المراكز لحمد بن صالح القوز، مع الحنيش في ثاني المراكز، واصل الحنيش، واصل الحنيش، بدأ ينطلق، الله يا الحنيش، جاوز إذن الحنيش في هذه اللحظات، جاوز الحنيش، يبغى الوسمي في ثاني المراكز، ولكن الحنيش راح، بدأ يباعد المسافة لحمد بن صالح القوز، الله 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 الله. الحنيش إذن في الصدارة، الحنيش في المقدمة، ولكن ما عليك ما عليك يا الوسمي، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، والله يا الحنيش، أتى الحنيش بما لا يشتهي الوسمي، ومالك الوسمي وغير وقلب الموازين في هذه اللحظات، راح باعد المسافة، وحذاري من القادم أيضا، القادم هناك، ولكن خلوني مع الصدارة، خلوني مع المقدمة، خلاص مع الحنيش وأداء الحنيش وسلالة الحنيش، وهني إذن من هذه اللحظات مالك الحنيش، مالك الحنيش حمد بن صالح القوز، وأهني جميع الفائزين معنا. إذن تهانينا لمالك الحنيش حمد بن صالح القوز. إذا تهانينا والناموس لمالك الحنيش حمد بن صالح القوز، واللي في ثاني المراكز، وما قصر هذا شاهين لمحمد بن عبيد المري، وفي ثالث المراكز. اعذرونا إذا عن ثالث المراكز، التوقيت الزمن لهذا الشوط 6 دقائق 25 ثانية 37 جزءا من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين.